بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم النهارده على مباراه السويد واسبانيا، واسبانيا والسويد وتعادل مخيب للامال للمنتخب الاسباني، التعادل اللي هيفتح الكلام للصحافه الاسبانيه للهجوم على لويس إنريكي حتى لو الفريق في بطوله، وكمان هيفتح الكلام لجمهور ريال مدريد اللي ما صدق ان الفريق تعثر وتعادل 0-0 النهارده. يقول لك يا لو راموس كان موجود، ايه اللي كان ممكن يحصل لو راموس موجود؟ فاهمني؟ طيب يعني راموس كان موجود معاك في الدوري وما خدتش دوري، راموس كان موجود معاك في دوري الابطال وطلعت من دوري الابطال. المشكله بقى ان راموس ما يساعدش لويس إنريكي. ازاي ما يساعدش إنريكي؟ إنريكي المدرب بيحب يلعب ال 4-3-3، 4-3-3 دي حاجه بالنسبه لإنريكي حاجه مقدسه جدا. فتخيل انت يكون عندك باك هجومي زي جوردي البا وتحتيه يكون موجود مكان باو وتوريس يكون موجود راموس، يا نهار ضحك. اي هجمه مرتده اعرف ان هي خلاص كده كده الموضوع منتهي تماما. في حته ان راموس مش موجود وباو توريس موجود، ولد لسه صغير، ولد عنده استعداد ان هو يجري يقطع يعمل تكلينجات، ملتزم بتعليمات المدير الفني، مش اول ما الدقيقه تيجي 75 يقرر من نفسه كده انه يطلع يلعب مهاجم تاني زي ما راموس ما بيعملها غصب عن بوز التخين في ريال مدريد. وجود يوناي سيمون النهارده بالنسبه لي ما كانتش حاجه غريبه، لان لويس إنريكي نوعا ما اسلوبه ما بيتماشاش معاه ده في الدخية، وهو ان دخية ما يعرفش يلعب برجليه. دخية موضوع ان هو يلعب برجليه ويباص ويلحق الكور الطويله ويغطي المدافعين والكلام ده مش بتاع دخية خالص. ده ممكن يوناي سيمون يقدمه 60% افضل من اللي هيقدمه ده في دخية. فالراجل بيعتمد على كده، لان انا بحبش اسيب الكره للمنافسين بتوعي كتير، انا بحب ان انا اعتمد على التيكي تاكا، بحب ان انا اعتمد على استخلاص الكره بسرعه ولحظه فقدانها، واعتمد على لعيبه بتجري كتير جدا في الملعب. دي طريقه إنريكي، ده الشغل اللي بيحبه لويس إنريكي. علشان كده لما تلاقي ان وجود رودري وبدري وكوكي النهارده في ال 4-3-3 بتاعت لويس إنريكي، وتحت كوكي تواجد ماركوس يورينتي في المكان الاضعف بالنسبه للمنتخب الاسباني وهو الباك اليمين، لا الراجل عامل شغل كويس. بس المشكله بقى في الثلاثه اللي قدامنا، لان الثلاثه اللي قدام كان فيهم مشكله كبيره جدا، لانك منتظر التالق من لعيب زي فيران توريس، ومنتظر ان موراتا يعني يهتدي ربنا كده ويسجل الفرص اللي بتجيله. اما حته داني اولمو او مش داني اولمو، انت كده كده ما تعرفش مين داني اولمو، ولا تعرف ان هو بيلعب في ليسبيك. ممكن يكون ولد ممتاز، ممكن يكون واحد من اهم الاضافات اللي موجوده السنه في المنتخب الاسباني، اللعيب اللي اغنى إنريكي على ان هو يدوم ماركوس ماركو اسانسيو، ده اللعيب اللي اغنى لويس إنريكي على ان هو يضمه. وفعلا الولد عمل شوط اول ممتاز جدا، بس المشكله كلها ان هو لقى قدامه حارس عملاق اسمه روبن اولسون. روبن اولسون ده على فكره الاحتياطي بتاع بيك فورت في ايفرتون، الراجل ما لعبش 5 ماتشات على بعض السنه دي، بس سبحان الله اول ما نزل الملعب الراجل طلع واحده في الست يارده من داني اولمو، كره عرضيه، الكره العرضيه الوحيده لداني اولمو، قرر ان هو يخش لجوه بعد ما جوردي البا ما عمل عرضيه. الراجل لا، ما كانش من ناحيه جوردي البا، اسف، كانت من ناحيه ماركوس يورينتي. يورينتي عمل عرضيه فداني اولمو قرر ان هو يخش لجوه، الراجل عمل الكره بدماغه ولا اروع ولا اجمل، بس داني اولسون عمل تصدي واحد من افضل التصديات اللي عملها في النهارده في المباراه قدام منتخب اسبانيا. علشان خاطر تقعد تبص على كده، جت هجمه مرتده الشوط الاول لمنتخب السويد كانت خطيره جدا، وامريك لابورتا كالعاده يعني اتفسح فيها، والكره خبطت في رجل ماركوس يورينتي وفي العارضه وردت لوناي سيمون. قلت والله واضح كده ان هم مرزقين، واضح كده ان الصحافه والاعلام مش مكتوبين ان هم يقعدوا يقطعوا في لويس إنريكي. فمنتظر الشوط الثاني لويس إنريكي هينزل يسجل، بس المشكله كلها ان حتى داني اولمو اللي كان عامل شوط كويس الشوط الاول لقيته ان هو اختفى. فداني اولمو اختفى، موراتا بيلوش، حتى الكره اللي جت لموراتا كان ممكن يخلص بيها الشوط الاول ما عرفش. نزل الشوط الثاني برده بيلوش هو وفيران بيلوش، فخلاص انت منتظر كده ايه ان هو هينزل مين يعني. اداما تراوري ما بيجيبش جوان اساسا، يعني كده كده اداما ما بيجيبش جوان. جيراردو مورينو محتاج ضربه جزاء، ينزل مثلا فابيا لويس، كان ممكن ينزل فابيا لويس من البدايه. طب هنزل سرابيا مش قوي. فهي دي المشكله كلها بالنسبه للمنتخب الاسباني، انت عندك خط دفاع نوعا ما مقبول، وعندك خط نص جيد، بس عندك خط هجوم مريح. فحته ان انت تتكلم معايا على ان والله دي معضلته وازمه ان هو ما ضمش ناتشو ولا كمان ضم معاه سيرجيو راموس ولا حتى فكر يضم ماركو اسانسيو، ابننا اللي بيتدلع ويعمل لقطات جماليه في ماتشات ملهاش اي 60 طلب وبنبقى مغلوبين واسانسيو بيلعب بالكعب، ما ضمش ليه؟ ولا ما ضمش اسكو ليه؟ فانت بتتكلم في ايه يا اسطى؟ يعني انت عارف ان هم كده كده مكسحين اساسا، فاللي كده كده هو واخدهم بيعاني منهم وبيعاني من سوء التوفيق، لان برده جات له كوره في الدقيقه 90 اتلعبت كويسه قوي وعرضيه، بس مع الاسف برده داني اولسون قرر ان هو انا ماشي بمود نوير النهارده، اللي هو لازم اتصدى لاي كوره تعدي، انا ما بلعبش بالي كتير، فيوم ما لعبت خلاص بقى انطلقت. وهي دي الازمه كلها، انك تلاقي حارس متالق والكوره ماشيه معاه وهو في يومه. ده بجانب برده ان انت الدفاع بتاعك كان مالتي، يعني
باو توريس وامريك لابورت لما بيبقى عليهم اي هجمات مرتده مع وجود رودري في الملعب كان الموضوع صعب جدا. انما لما تياجو الكانتارا نزل وبدا ان هو يثبت تياجو، ولما تياجو بيطلع بينزل كوكي مكانه، وحولناه 4-4-2 شويه لما طلعنا مراتا ورجعنا لعبنا 4-3-3 تاني بعد ما نزلنا جيرارد مورينيو. بس مع ذلك فشلنا ان احنا نسجل. ليه بقى فشلنا ان احنا نسجل؟ عشان قلت لك من البدايه ان هي ازمه مهاجمين واطراف. فانت تتكلم معايا دلوقتي على ان انت ليه ما ضمتش لعيبه من ريال مدريد؟ ما كانش فيهم حد مناسب ان انت تضمه. وانت اساسا عارف ان انت مشكلتك في الريال مشكله اجنحه، فالراجل هيضم اجنحه من عندك علشان خاطر ينوم مع المنتخب؟ يا شيخ اتنيل، احنا نشتغل بعض يا صاحبي. تعادل مخيب للامال لكل المشجعين اللي بيشجعوا المنتخب الاسباني، وانا واحد منهم، بس بنتمنى من الله التوفيق في مباراه بولندا، لان منتخب البولندا السنه دي كده مود ومود فريق يطلع من الدور الاول مرتاح، لان الخساره النهارده قدام سلوفاكيا وفوز سلوفاكيا على بولندا واحتمال سلوفاكيا تعمل نتيجه ايجابيه مع السويد، فبالتالي هتخلي مباراه بولندا واسبانيا متعه ما بعدها متعه، وممكن نتفرج على ماتش حلو من الماتشات القليله في البطوله دي اللي انت تتفرج فيها على كوره. يا اسطى لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش وانت مشجع ريال فبراحتك يا اسطى، انزل سيب وشتم براحتك.